السلام عليكم خوتي، لاباس عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم الصحة والسلامة والرزق الوفير إن شاء الله. اليوم إن شاء الله جي نشوف معكم هاتف جديد من شركة سامسونج اللي هو الـ A13. خلنا نتعرفوا على هذا الهاتف، هذا الـ A13، الهاتف الاقتصادي الجديد ديال شركة سامسونج. مع الغلاء في الأسعار هذا العام، هذا تليفونات نزلوا على خلاف السنوات اللي فاتت زايدين واحد 200 درهم على مثلا باش نزل M12 ولا الـ A12. فخلنا نتعرفوا على هذا الهاتف، هذا الـ A13. فاللون اللي معايا كما كتشوفوا البلو سيال، ازرق سماوي. قولوا لي واش هذا هو ازرق سماوي ولا لا في التعليقات. المهم التصميم ديالو، على نبداو بالتصميم. التصميم كما العاده، التصميم ديال الهاتف جاي بالبلاستيك، الاطار بلاستيكي. الوزن ديال الهاتف واحد 195 غرام، 8.8 بالنسبه للسمك ديالو. الهاتف جاي من الخلف الرؤعه ديال الكاميرات زائد فلاش، وغنرجعوا لهم. جاي في الاسفل منفذ شحن تايب سي، جاي بمنفذ سماعه 3.5، ميكروفون، وعندك سماعه. في الجانب الايمن عندك زر الباور اللي مدمجه في العلبه، زر رفع وخفض الصوت. عندك في الجانب الايسر درج بطائق اتصال كيدعم بالمناسبه جوج ديال الشرائح زائد كارت ميموار. في الاعلى عندك هنا منفذ، ولا عندك هنا ميكروفون اضافي. هذا فيما يخص التصميم ديالو. هنا التصميم كياخذ تبصمات لانه جاي ليس جاي ملس كما كنقولوا، ماشي خشين، وما جايش في العلبه، ما حطيتش لك البوشيطه. فهنا بالنسبه هذا فيما يخص التصميم ديال الهاتف. ندوزو دابا الواجهه الاماميه. هنا الهاتف كيجينا بشاشه كبيره 6.6 بي ال اس ال سي دي فول اتش دي بليس 1080x2408، عليها طبقة حماية غورين غوريلا إصدار الخامس. هنا تقريبا الإخوان هنا كيتفوق عليه الهاتف السابق M12، وأقل نومينو سعرا. وتعرف ريشيد هنا طالع 90 هرتز، هنا ما في يلا 60 هرتز، ما فيش 90 هرتز بالنسبة لمعدل التحديد ديال الشاشة. ما يخص هذا، فيما يخص الشاشة، هنا عندك واحد 400 شمعة. فعموما الشاشه بالنسبه للالوان ديالها ولا سميتو التشاهد على المحتوى كتبقى الصراحه لا باس بها، ماشي الاسوء لكن تتبقى لا باس بها. مع وجود منافسين اخرين مثلا حاطين شاشات ديال الاموليد مثلا، لا ناخذ مثلا النسخه ديال 64 من نوت 11، جايب شاشه ديال سيبر اموليد وتقريبا 1800 درهم حتى 1900 درهم، المهم تقريبا نفس الثمن. غندوزو دابا الاداء، النقطه ديال الاداء. هنا حاطين لك نفس المعالج اللي شفناه في A21S والM12 ايضا، نفس المعالج هو نفسه اللي هو الاكزينوس 850 8 نانو. معالج رسوميات هنا المالي جي 52. جاينا هنا بالاندرويد 12 من العلبه مع الواجهه ديال سامسونج وان يو اي 4.1. متوفر الهاتف هنا قلنا في المغرب، غيكون حاليا كاين جوج ديال النسخ، من بعد تقدر تكون نسخه اخرى. فكاين بالنسخه ديال 4.64 وكاين بالنسخه ديال 4.128 واللي هي اللي معايا انا. يقدر ينزل مستقبلا بالنسخه ديال 6.128. فهذا بالنسبه للنسخ المتوفر بهم الهاتف في المغرب. غنتعرفوا على السعر ديال الهاتف اخر الفيديو. فيما يخص الكاميرات، الكاميرات هنا جاي 4 ديال الكاميرات. كاميرا رئيسيه 50 ميجا بيكسل، والالترا وايد 5 ميجا بيكسل، فتحه عدسه F2.2، والثالثه ديال الماكرو F2.4 2 ميجا بيكسل، والرابعه 2 ميجا بيكسل F2.4. بالنسبه لفتحه العدسه الكاميرا الرئيسيه جايه بفتحه عدسه 1.8. الفيديو كيصور ب 30 اطار في الثانيه، 30 اف بي اس مع 1080 بالنسبه للكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه. وهنا الفرق بينه وبين الام 12، يلاه واحد ديك الكاميرا الرئيسيه كانت جاتنا ب 48 ميجا بيكسل، هنا حطوا لك ديال 50 ميجا بيكسل. المهم ما كاينش فرق بينه وبين الام 12، فروقات بسيطه كما ذكرت الاخوان. فيما يخص البطاريه، هنا بطاريه ديال 5000 ميلي امبير زائد شاحن ديال 15 الواط. سامسونج هنا مصره ان تحط لنا شواحن ديال 15 الواط. المصيبه الكحله مثلا ان ما حطاش لك شواحن في بعض الهواتف وفئه متوسطه كالا 53. صراحه هذه القضيه هذه غير مقبوله من شركه كسامسونج. مثلا ما تحطهاش في الفلاكشيب مقبوله، مثلا كالتليفون هذا الاس 21 الاف او ماشي مشكل، مقبوله نقولوا تليفون سميتو، ولكن هواتف ديال الفئه المتوسطه ما كتحطش فيهم شواحن، فهذه قضيه غير مقبوله. وتا الشواحن اللي في هذه الفئه الاقتصاديه ديال 15 الواط نتمنى ان شاء الله تحسنوا، نشوفوا شواحن اسرع، لان البطاريه هنا كبيره، خاصك لها واحد ساعتين باش تشحن هذه البطاريه، ساعتين وشويه. فهذا
أمر غير مقبول في 2022، وأيضا اللي ما مقبولش في 2022 الإخوان خذوا بعين الاعتبار، ما تاخذوش ستوكاج أقل من 4.64، وما تاخذوش مثلا بهذا السعر هذا المعالجات أقل من الهيليوس جي 70 وما يعادلها من سناب دراغون، فهذه خذوها بعين الاعتبار الإخوان. وشاشات كما قلنا وكنا كنادي وشاشات اللي أموليد، هذه فيما يخص الإخوان وجهات نظر ديالي في الهواتف، وأيضا ميكونوا فول اتش دي بليس، ميكونوش اتش دي بليس 2022، ما تبقاوش تحطوا لنا الاتش دي بليس في الهواتف، رحنا دابا في 2022. ففيما يخص السعر الإخوان، هنا السعر اللي نازل به الهاتف النسخة ديال 464 ديال 1800 بديل 1800 غتقدروا تلقاوه ب 1850 1800 وشوية. فبالنسبة للنسخة ديال 428 غتلقاوها بادية من 1970 وانتم طالعين، طيب 1950 وانتم طالعين تقدروا تلقاوه ب 2000 2000 وشوية، المهم بادي ب 1950. هذا فيما يخص السعر ديال الهاتف. إذا خوتي كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، من خلاله شفنا مراجعة سريعة ودرنا فيديو سريع تعرفنا من خلاله على الهاتف الجديد 13 من شركة سامسونج. فاكتبوا لي شنو وجهة نظر ديالكم، شنو بان لكم سامسونج، ولات مؤخرا كانت من بعد ما كانت بدات كتنافس، فمؤخرا بدينا كنشوفوها بدات كتحط مثلا اسعار اللي غير زعما في المتناول صراحة، نقولوها بكل مصداقية. فمثلا الا غتشري هذا التليفون هذا تقدر تاخذ ام 12 واقل منه سعرا. فبعض الحوايج وبعض الممارسات كتديرهم الشركات، كيديرهم الشركات ماشي غير سامسونج، ما جابتها الفرصة نقولوها، بعض الممارسات كيديروها الشركات غير مقبولة كما قلنا الشواحن في الفئة المتوسطة، فهذا أمر غير مقبول صراحة، أمر غير مقبول. وكما قلت لكم الحوايج اللي خاصكم تاخذوها بعين الاعتبار في 2022. إذا الخوت كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، تعرفنا على الهاتف ديال A13 من شركة سامسونج. زورونا في الموقع ديالنا، زورونا في وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. فمرحبا بكم الخوت، مرحبا باستفسارات ديالكم، أجيو عندنا الانستغرام. نضرب لكم موعد إن شاء الله فيديو جاي. السلام عليكم.